الأيام بتعدي كلها زي بعضها والأسابيع زي اللي قبلها، أنا زهقت. طيب ما تجربي السنة دي تشوفي أسبوع مختلف. اشمعنى أسبوع؟ واجيبه منين؟ طيب واليوم؟ أسبوع بحاله؟ لا اسمعي مني، أنا بقولك أسبوع، ركزي بس معايا. معاك؟ طيب لما نشوف. اسمعي كده يا عم، أنا عارفة ده لحن أسبوع الألام. إيه الجديد يعني؟ ما أنا طول عمري بقوله في أسبوع الألام، فين الاختلاف في ده؟ تعرفي بنقوله كم مرة؟ وش معنى بنقوله بس في الأسبوع ده من السنة؟ بصراحة لا. طيب هقولك، بنقوله 12 مرة في كل ساعة من سواعي صلوات البصخة بدل المزامير. ليه بدل المزامير؟ هما بيلغوها في الأسبوع ده؟ لا يا بنتي ركزي معايا، المزامير كلها نبوات عن حياة سيد المسيح، وفي الأسبوع ده الكنيسة بتحب تركز على آلام السيد المسيح. بنصلي بدل صلوات الأجبية 5 ساعات نهارية و5 ساعات ليلية، وبدل الـ12 مزمور بنقول لك القوة والمجد. افتكرت، في أيام بنزود كلام عن اللحن ده، أصلي كنت دايما بتلخبط وأنا بقولها. ولا لخبطة ولا حاجة، يوم الثلاث بالليل بنزود بعد يا رب يسوع المسيح بنحط مخلص الصالح، وده علشان بداية التشاور على تسليم يسوع وبداية سكة الألام. أمال إمتى بنحط قوتي وتسبحتي هو الرب صار لي خلاصي؟ الخميس بالليل اللي هي ليلة الجمعة، لأن يوم الجمعة هيكون يوم الخلاص على الصليب. قولي صحيح، ليه طول الأسبوع ده كله بيصلوا برا الهيكل؟ لأن المسيح اتصلب خارج أورشليم، فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره في عبرانيين 13-12. بصي كده معايا. إيه ده؟ دول بيغيروا ستائر الهيكل كلها بالأسود، وكمان بيحطوا صورة المسيح بإكليل الشوك، ليه ده كله؟ مش بقولك إن أسبوع مختلف؟ الكنيسة كلها بتشترك في آلام السيد المسيح، حتى أسطار الهيكل ولبس الشمامسة، وبنحط صورة المسيح المصلوب أو بإكليل الشوك في وسط الكنيسة عشان كلنا يكون نظرنا متركز على إلهنا المصلوب من أجلنا. ممكن نرجع لموضوع 5 صلوات الصبح و5 صلوات بالليل، بيكون فيها إيه الصلوات دي؟ أقولك، الأول بنقرأ النبوات، ودي عبارة عن أجزاء من العهد القديم فيها نبوات عن آلام السيد المسيح، وبعدين نقول لك القوة والمجد 12 مرة بدل المزامير، وبعدين نقرأ مزمور، وبعده الإنجيل الخاص بالساعة، وفيه بنعرف المسيح عمل إيه في اليوم ده، وبنختم بالطرح. طرح؟ يعني إيه طرح؟ طرح يعني تفسير، تفسير للقراءات اللي اتقرت. الكنيسة بتحب تفهم الشعب كل كلام الكتاب، وبعدين نختم بالطلبة، وفيها بنطلب من إله السماء من أجل الكنيسة والشعب والبلاد. والصبح بنعمل مطنيات لأننا بنكون صايمين، وبالليل نقولها من غير مطنيات، ونختم بلحن يا ملك السلام. بص كمان هنا، إيه الدولاب الخشب ده؟ وليه عليه ورد كتير كده؟ ده مش دولاب، دي أيقونة الصلابوت، والورد ده لأن المسيح اتسلم جوه بستان جسيماني. الكنيسة بتمثل الأحداث علشان نعيشها، رافعين الأيقونة علشان كلنا نرفع عينينا على المصلوب، وكمان لأن المسيح رفع على خشبة، وكمان زي ما موسى رفع الحية النحاسية وكل اللي كان بيبصلها كان بيخف على طول من لدغة الحية. طيب ليه بقى مفيش قداسات في أسبوع الألام؟ فاكرة خروف الفصح اللي الشعب رش دمه على أبوابهم علشان ملاك الموت يعبر عنهم؟ خروف ده رمز للسيد المسيح، وده كان الناس بيشتروه ويحفظوه حوالي 4 أيام قبل الذبح، يعني الاثنين والثلاث والأربع، ويوم الخميس السيد المسيح عمل العشاء الرباني اللي فيه أسس سر التناول، وعلشان كده بنعمل قداس في يوم خميس العهد. والجمعة العظيمة هو اليوم اللي اتصلب فيه إلهنا على الصليب، وعلشان كده مفيش قداديس في الكام يوم دول. عندك حق، ده فعلا أسبوع مختلف. فرصة السنة دي نحاول نقضي أسبوع آلام مختلف، نقرب من إلهنا وفدينا، نعيش معاه كل الأحداث، نتوب ونرجع لحضن فدينا، ونقعد عند الصليب نشبع ونتملي من حبه كل يوم من أيام الأسبوع ده.